ممثل بيبقى عايز طيب يطلع نرجع شكله وقولي لي ده على في يعني في الحلقة. اوكي يلا يلا بيقف وقفات غريبة شوية. اوكي تفضل. يلا 2 1 النجمة علا غانم بتفصلي السيناريو؟ لا انا السيناريو بيجي بتفصلي تدخلك فيه ايه؟ لا هو مش تدخل. هو انا لما بقرا الورق بيبقى ليا وجهة نظر فيه وممكن اقرا ورق تاني وما يبقاش ليا اي تعليق. انت تدخلك ده شايفاه ايجابي؟ ده اللي خلى علا غانم هي اعلى ايرادات موجوده في وسط النجمات اللي موجودين دلوقتي. ايرادات؟ يعني افلامك بتحقق اعلى الايرادات. ده فيلم ايه ده بالظبط؟ الافلام الاخيره اللي هي زي مثلا فيلم حوش اللي وقع منك. مظبوط. انت مسافر بقالك فتره غالبا غايب عن البلد بقالك فتره. ها مش انت تقولي ده اخر فيلم عملته؟ ايه يا عم بقول لك حوش اللي وقع منك بس هوره. طب فاصل عايز افتكر حاجة عايز يقول. لا انا بجملك عشان نظبط يعني. تجملني في ايه؟ تتكلم معايا في اللي بيحصل. طب ما هو ده جزء. هو انا هضحك على الناس واقول لها فيلم حوش اللي انت؟ انا عايز الناس تنزل تتفرج على ده. فال حلو مش حاجة وحشة يعني. ده فال حلو. ما تتكلم على اللي نزله. تتكلم على حاجة ما نزلتش ازاي؟ دي فال حلو مش حاجة وحشة يعني. ماشي اوكي. بنتمنى انه ينجح ويبقى على الايرادات. عطني وش عندك يلا قول. يلا 5 4 3 2 1 النجمة علا غانم هي عدت بعد ما انا قلت. اتفضل. 2 1 طب خلاص عدي انت. قال عدي انت. طيب ما دام بتحبي تعدي خلاص. اوكي اتفضل. يلا اوكي اوكي 2 1 لازم حد يشوفه وهو بيقول 1. ما تشغلوا التكييف ده شويه. شغال شغال بس عشان اسئلتنا قويه شويه فتحسيتي بالحاجه. يلا دو ان 1 النجمة علا غانم بتحلمي بإيه؟ بحلم بإيه؟ بحلم بحاجات كتير قوي. زي إيه؟ زي إيه؟ إيه الحلم اللي شاغلك يعني؟ إني أنجح، أكون كويسة، إن الناس تحبني أكتر. كده يعني. أعمل أدوار أصعب. ابقى كل يوم بتعلم امثل احسن. انت ممثله هايله علا وده اللي وصلك للعالميه يعني. فيلمك مع جورج كولوني اللي بيتحضر ده حاجه كل مصر مستنياها والدول العربيه يعني. الاخبار اتسربت. ما تحاوليش تتداري. الاخبار بتتسرب مفيش حاجه بتستخبى. ماشي ثواني يا جماعه ثواني ستوب. مفيش حاجه يا سماح وحياه ربنا. الراجل ده انا بحاول اجملك يا حبيبي. انا مش عايز اعمل دعايه. انا مش عايز اعمل الدعايه من بعد كده. قولي ان ما حصلش. قولي ان جورج عي اي حاجه. جورج عي وانا مالي. جورج مين؟ جورج كولوني. اوكي انا ما طب اختاري ممثل تاني. لا مش عايز. دي حاجه لطيفه مش وحشه يا سماح. دي حاجه لطيفه مش وحشه. بلاش نتكلم في الموضوع. انا كنت عايز مصلحتك والله. ما رضيتش. ايوه حر. ها حر. لا خالص. يلا 4 3 2 1 اقول لها تجربتها. يلا 2 1 اقول احكي لنا عن تجربتك في ميشن امبوسيبل 2. ميشن امبوسيبل انت مذيع بقالك فترة؟ في مصر؟ انا بحاول انجمك. بحاول اخلي الموضوع عالمي مش محلي.
عالمي. وانت الناس اللي هتتفرج علينا في الحلقه دي عايشين هنا في بلدنا كويس. ومش غايبين خالص، قاعدين مركزين وفاهمين ايه اللي بينزل وبتاع. فمش هاجي انا او انت ونقول مش امبوسيبل تو نقول انه وقف لاي سبب يا علا. ليه مش عايزه تقولي يعني وقف لاي سبب؟ ده لمصلحتك، دي حاجه حلوه. لا انا بحاول انجمك، بحاول اخليكي سوبر ستار. لا مش عايزه ابقى سوبر ستار، انا عايزه ابقى انا علا ادي كده. شوف انا ادي ايه واتكلم عن اللي انا بعمله. خلاص هي مش عايزه يا جماعه. اوكي وي 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 بيان. اسال اللي هنا بقى خلاص. يلا 2 3 2 1. علا غانم، من محامي خلع لدلوقتي، حاسه بالنجاح؟ الحمد لله. راضيه عن نفسك؟ طبعا. انت شفت حاجه اسمها اماكن في القلب ولا ايه؟ شفت حاجه اسمها طبعا أماكن؟ فيلم حلو جدا. ده كان مسلسل. انت كنت غايب بقالك فتره بره العالم العربي كله. صح. عملت مسلسل انا من سنتين، عرفك بنفسي، انا اسمي علا غانم ممثله. انا عارفك طبعا، انا بحبك جدا والله العظيم، وانا كمان. وعملت مسلسل كده لطيف جدا من سنتين اسمه اماكن في القلب، عجب الناس. وانا سعيده بيه لان هو حبب الناس فيا، وخصوصا ان الناس كانت، في بعض الناس كانت واخده موقف مني شويه كده. بقول لك من سنتين فاتوا، فعل ماضي. طيب نرجع لحوارنا. افلام زي الاجنده الحمراء وسهر الليالي راضي عنها؟ راضي عنها. وهتكرري التجربه؟ الاجنده الحمراء وسهر الليالي مش لايقين. طيب مش لايقين ازاي يعني؟ ما ينفعش تتكلم عن ده مع ده، يعني مش ماشيين. ده نوع فيلم وده نوع فيلم. طيب بيقارنوكي في السينما بانجلينا جولي، تحب اللقب يا ده؟ يا رب يا رب. يعني بتحب العالميه؟ طبعا. يبقى ما تخبيش اخبارها عننا. لا اطمح في العالميه. لكن انا ما عملتش حاجه لسه. لسه لسه هنخبيها دلوقتي، الاسرار اللي عندنا هنخبيها. ماشي. وتبقى سابق بعد كده للبرنامج. اوكي ماشي. عطني وش عندك يلا قول. علا غانم، تجربتك في عرض الأزياء ومشوارك الطويل مع عمليات التجميل ما أخرش نجوميتك شوية؟ ولا اشتغلت في عروض أزياء ولا عملت عمليات تجميل الحمد لله. خالص خالص. عملت مرة يعني وأنا صغيرة قوي. أيوة ده اعتراف. ده اعتراف. أوكي. بس ده وانا صغيره يعني. ما من كام سنه؟ كتير مش فاكره. يا من زمان قوي كده؟ مش اقل من 15 سنه مثلا، 18 سنه. حاجه كده يعني. في الثلاثينات يعني؟ في الثلاثينات. ليه يعني؟ انت كنت في الثلاثينات وقتها؟ لا كنت اربعينات. ما انا دلوقتي ماشيه داخله في الستين. لا مش باين عليك على فكره. لا لا لا. طيب رأي الجمهور بيهمك؟ أكيد طبعا. ناخد رأي الجمهور ونرجع نكمل كلام. في حد يحب يسأل؟ مساء الخير. مساء النور. بصي أنا بحب حضرتك قوي وأنت زي القمر ما شاء الله، بس عايز أقول لحضرتك ملاحظة يعني. أنت بتقولي لحضرتك إن أنت بقالك 9 سنين بتمثلي. أنا بصراحة حاسة إن أنت يعني مثلتي مثلا دورين، دور هو نفس الشخصية في كل الأفلام ودور واحد في أماكن في القلب. إيه ده إيه ده إيه ده؟ انت لو عندك سؤال يبقى يعني. لا ما هو ده سؤال. ده مش سؤال. لا ده سؤال. ده مش سؤال. دي حاجه مش ظريفه. معلش حاده جدا يعني في كلامها. لا مش حاده، هي اللي تقول كده مش انت اللي تقول. يعني ده مش سؤال.